اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاهدنا فيه لصالح الأعمال، واقضي لنا فيه الحوائج والأمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، يا مجيب دعوة المضطرين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.